السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هعمل خدودية بتاعة سرير الأطفال برسمة ميكي ماوس. أنا قصيت الخدودية كده واسطنت الميكي ماوس، وطبعا احنا عارفين خدودية الأطفال بتبقى أنا بقصها 70 في 55 عشان على المخيط تصفي على 65 أو 67 في 50. أنا هعمل لها كورنيشة داير ما يدور بالسادة. انا قصة الشريط ده عرض 10 سنتي، وبعدين تنيته وركبت له الدانتيل ده من الحرف. هبدأ اركبه كده، بخلي الظهر بتاع الكورنيشة هنا، يعني الوش كده مع الوش هنا والظهر هنا. وبعمل قصر كده على الأبعاد. باجي هنا في الحرف كده بزود القصر شوية عشان وأنا بلف. يا رب تكون باينة وواضحة. بمشي كده داير ما يدور الخدادية بنفس الطريقة دي كده، بعمل كسر كده على أبعاد، هكملها كده وارجع لكم. بعد ما ركبت الكورنيش كده داير ما يدور بالشكل ده كده، هاجي بقى أنا عاملة دي قماشة كده عشان أعملها فيونك، ومعايا قطع حتة ستان كده عشان اعملها بيها. بعملها ازاي بقى كده؟ بالشكل ده كده، وامسكها من النص كده، وبعدين اربطها كده بالشكل ده. ممكن اديها غرزة على المكنة كده. يا رب تكون واضحة باينة. وبعدين اركبها بالجنب كده. اركبها بقى اركب الخدودية كده. بسم الله. ندوس عليها برضو من الناحية التانية. ممكن ادوس عليها خط من النص عشان اثبتها اكتر. كده اتركبت الفينكة. يا رب تكون واضحة.
اجي بقى ايه اركب الظهر بتاع الخدودية والقلاب. انا قصه القماشه زي ما اتفقنا، جزء قصاه قد دي وهتنيه، والجزء الثاني قصاه اللي هو القلاب قصاه حوالي 20 سنتي او 15 سنتي. بركب الاول انا اتجاه الميكي ماوس كده، انا هعدل كده واركب الوش في الوش زي ما اتفقنا، واركبها كده بسم الله. طبعا لما بيكون في كورنيشه كده انا بركب بحرص عشان الكورنيشه ما تتنيش وتبقى مش معدوله من الناحيه الثانيه. بحاول وانا بركب بظبط الدنيا كده معايا وانا ماشي. اجي هنا هاتني ثانية كده، وابي اركب القلاب الناحية الثانية برضو بنفس الطريقة. بشوف الميكي ماوس العدل عشان ما يبقاش واحد مقلوب واحد معدول، برضو بركب كده بسم الله. برضو اثني الحرف احط دي عليها كده واثبتها. اعمل الناحية التانية برضو بنفس الطريقة. هقلبها وبعدين اوريكم هنعمل ايه. كده انا قلبت الخدودية اهو، بقى معانا الشكل ده. ممكن بقى كده احنا نعملها اوفر من جوه وما نعملش فيها حاجة تاني، وممكن ندوس خط هنا زي ما انا وريتكم في فيديو قبل كده. وممكن انا بما ان انا حاطة شريط دانتيل على الحرف، فانا هحط شريط دانتيل تاني على الحرف هنا كده عشان يديها منظر شوية. هوريكم ازاي كده بسم الله. بندي كسرات على الدواير كده
اكملها كده واجيلكم. ودلوقتي دي الخدوديه بعد ما خلصت، دي اهي الفرونكه اللي على الجنب، وحطيت لها دانتيل من هنا كده. بقى كورنيش كده، يعني كورنيش عليه على حرف دانتيل من هنا، على حرف دانتيل وعلى حرف دانتيل من هنا، ودي فيونكه. واسطنت انا الميكي ماوس كده في النص كده. يا رب تكون عجبتكم، وتابعوني كده وانا هنزل لكم موديلات كتير قوي للخدوديه. خلي يعني هعمل فيديوهات للخدوديه بس، على اساس ان انت ممكن يكون في ملايه شكلها عاجبك وفي نفس الوقت شكل خدوديه تاني عاجبك، فاحنا ما بنرتبطش بحاجه. يعني انت بتختاري شكل الخدوديه اللي يعجبك مع شكل الملايه، ما بنرتبطش بقصه ولا بحاجه. الشكل اللي يعجبك اعمليه. انا هوريكم موديلات تانية كتير، تابعوني وهوريكم موديلات تانية كتير للخدوديه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.